المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفيها. لا إلك مياه، إلي عن علاج من موسيقى. صباح الخير هلا مرحبا منكرين، هلا كيفكن؟ صباح ماشي الحال؟ الخير. منكرين بالاسم بس انتو على الحقيقة ولا أهضم من هيك، ووجه حلو وابتسامة أروع وموهبة موسيقية حلوة كتير. ثانك يو إلي. باند منكرين كارين رعد، حضرتك أستاذة موسيقى مدربة فوكاليز وبيانو، أهلا وسهلا فيك. وعاملة تباديع يعني من زمان وجاية، مشتركة جو سهر إلا ما بتكوني مولعتيه بعزفك وبصوتك غناء. والتقيتي بمية بطيش، هلا بنعرف أكثر كيف كان اللقاء. مية بطيش حضرتك جاية من خلفية بمجال علم النفس كمعالجة بالموسيقى وعاملة اجتماعية وأيضا بعدة مدارس ودايما حاضرة. والتقيتي أنت وكارين وولعت الدنيا بالعزف والأغاني والإيقاع. يس والإيقاع. تيعرفوا الناس مين هن منكرين، خلينا نحضر هيدا الفيديو ونرجع لكم لنعرف كيف كانت البدايات، كيف التقيتوا ووين صرتوا اليوم. يلا منكرين. 3 2 1 ثانية. وشفنا هيك أجواء وبأماكن ومع تبليك كتير كبير، وكيف كان يعني لو عم نحضر لايف البرفورمانس اللي بتقدموه؟ أكيد. هلا بونجور إلي، نحن كتير هيك مبسوطين نكون معكم اليوم عن جد. وأنا كمان مبسوط وفريق العمل مبسوط فيكم. وصوتك حلو، إذا عبالك تمرنوا شوي زيادة. يلا يلا هلا مرنوا مشان تقبضي مني مصاري. لا. ولا مشان تدخليني معك بي. نعم نعمل كولابوريشن انا وياك. اوكي اذا هيك اوكي. طيب كارين وميا، كارين بخلفيتك يعني قلتي لي اكثر من 10 سنوات. نعم. بهيدا المجال كاستاذه باكثر من مدرسه. نعم. جامعه نفس الشيء ميا كمان، وكان عندك يعني خبرتك الشخصيه كسوليست يعني بتعزفي وبتغني. نعم. وبكل اللغات مبين. أوكي. انا كنت جرب دائما يعني مطرح ما يطلبوني، كنت روح دائما على ماني ريستورانتس واوتيلات ومطارح صغيره، كنت انطلب على دينيات بريفي على قصص هيك، كنت اشتغل لحالي من زمان يعني. وكنا دائما يعني اذا حدا انطلب يجوا يعزفوا مثلا او نجرب نخلق شيء، لحين ما بال 2000 وتقريبا شيء 10 11 هيك شيء كنت اعزف بمحل، وكانت ثاقبت ميا سهرانه بهيدا المطرح، وفجاه ميا بتتحمس دغري. كنت شربانك. وعملت دغري هيك الايقاع دغري لعب معها باحاسيسها مثل حماسة مثل العاده. فقامت ميا وقررت تاخذ الطبله وتطلع تدق معي تعزف معي، فبلشنا وعملنا انتر اكسيون، بلشت تفوت بين العالم وتعمل القصص اللي هي بتعملها دائما.
صارت كونو فيهم، هي بتضل طايره طايره السيناتور تبعها. صح، فهون انا خلص قلت شي از ذا وان، عن جد وعن جد عن جد إليزا بخبرك ولا مرة تمرنا سوا. يعني عن جد على الإحساس ماشيين دايماً، على الإحساس على الإيقاع وعلى على البيتس تبعولنا. يعني مش متمرنين وهيك شفنا عن جد يعني من صدقني أحلى، صدقني أحلى بلا تمرين يعني. لا، كل واحد واثق بحاله ويعني انتم بتلتزموا بالموسيقى او بالنوتات وبتتركوا ل اذا بدك هيك الارتجال مساحه، بس مساحه مدروسه يعني منا هيك ارتجال مفيلت. صح صح اكزاكتلي. طيب ميا قبل ال 10/11/12/2000 دقت الساعه منكرين قبل جاية مثل ما قلت من خلفية حضرتك بتشتغلي كمعالجة بالموسيقى. نعم. وعاملة اجتماعية مع جمعيات مع مؤسسات مع جامعات ومدارس، كيف كنت تفجري موهبتك بعيدا عن الجو الموسيقي اللي أنت فيه؟ هلا قبل ما اتعرف على كارين كان دائما عندي حب للموسيقى، يعني كنت ببيتي اذا بتشوف بيتي كنايه عن الات موسيقيه، سو ما كان عندي هالبليس تو بيرفورم، يعني ما كنت بعد قدرت لاقي الشخص اللي انا على بالي اعزف معه اعمل لي اي كليك ويز، سو كنت فجر هالموهبه بالبيت، سو كنت دائما دق اعزف، هلا بعزف شوي بيانو شوي جيتار شويه ايقاع، سو كنت دائما دق بالبيت، سو كنت جرب فرغ هيدي الطاقه بالبيت لوقت صار عندي بلاتفورم مع كارين، انطلقت مع كارين. وبعدين طبعا لما تخصصت بالعلاج بالموسيقى كمان صرت بالكلينيك تبعي ومع المؤسسات اللي بشتغل فيهم وبالجامعات، صرت عم بقدر فجر اكثر هيدا التالنت اللي عندي. يعني بالنسبة للفن بتغنوا له بيتي أنا بيتك. صح ما هيك؟ ايه ليش؟ عايشينه أكيد. ليك لاحظ إنه هلا أنا عم إنه بركة هيك إنه إلي تعا إنه ليلى وكذا ومدري شو أنت سبيشال ويلكم. طيب بدنا نسمع منك شيء لايف. يا ريت الإيقاع معك يا ميا، يا ريت. عملت غلطة إني ما جبت. شو بعطيك من هون؟ شو بدك؟ يلا بدقق الجاية. شو بدك تسمعينا؟ أنا مأثرة بداليدا كثير، بحب هيك هيدي الغنية ما بعرف كثير بحبها، ومن وحي القعدة تبعنا سو بنغني. أدينا من دردش ورانا إيه، ورانا إيه نحب نتفرفش، ورانا ايه ورانا ايه نحب نتعرف، ورانا ايه نحب نتشرف، ورانا ايه صوت الصبح ما بيبقى فاتح. بعرف امبارح كان عندكم كمان. خبريني يعني اليوم الناس لما بتحجز بالاماكن اللي انتم موجودين فيها، مش انه اكيد المطعم له اسمه له جو، يمكن الستايل تبعه اللايتنج تبعه اللقمه تبعه، بس كمان يعني في عنصر اساسي رايحين بدنا ننبسط ونسلطن، مثل ما شربت كاس مثل ما نحن بنشرب كاس ومنزهزه ومنتعلق بالستار او بالباند. اليوم في ناس بيجوا خصوصي كرمال منكرين، يعني بشوفوا وين موجودين بهاللوكيشن بهيدا اللوكيشن بهيدا اللوكيشن، رايحين كرمال منكرين بغض النظر انتوا وين باي مطعم. بيسالونا دائما يعني اتيتر بريفي يعني على البيج او شيء بيحكونا وبيقولوا لنا انتوا وين، مثلا اذا في ناس مثلا مش عارفين ان احنا بهيدا المحل بيقولوا لنا، يعني بحبوا في ناس تيجي بتقصدنا لنا لنروح على ليروحوا يحضرونا. والحلو سوري كارين، الحلو انه في عالم كانت تحضرنا من 10 سنين وبقيوا عم بينبشوا علينا وبقيوا متابعينا وبيرجعوا بيقولوا لنا انه بتعرفوا نحن اخر مره حضرناكم وعم ننبش انتوا وين، وبيرجعوا بيلحقونا. عن جد هول بعقدوا هول الناس اللي كانوا يعرفوكم منكرين على السوشيال ميديا. صح. تيك توك منكرين باند. صح. دوت باند. صح. لا منكرين باند. منكرين باند على الانستغرام. منكرين منكرين. يس. فيسبوك. كمان بعدنا بعدنا على فيسبوك بس هو اكثر كشغل اكثر يعني انستا تيك توك. مزبوط. هلا هلا خصوصا الفنية. منكرين وبيعرفوا وين عم بتكونوا متواجدين. إذا أنت ما عندك شيء هالجمعة طلع برمانة، رح نكون فوق كمان. وين ببرمانة؟ نحن هلأ ببلاند رح نكون. أوكي. بباب فوق. شوف الصور هون. هيدي وين برمانة؟ هيدي كانت بالبافيو يمكن من شي 3 سنين. أوكي. بس كنت طيب بس كنت. في مطرح غير برمانة عم بتكونوا موجودين؟ عم نكون أوقات ببلونة واوقات عم نكون السبت بهوادي وباللقموشه بغسطه. حلو كثير.
طيب يعني بعد هال الخبرة اللي عشتوها مع بعضكم مش كامستري كامستري هي كامستري معجوقة كلها طيب سوا نحن معجوقين كامستري ترجموها بعمل يحمل بصمة منكرين لازم لازم عم نجرب يعني قد ما فينا نخلق مثل ما قلت مية انه كارين انت عندك اعمال خاصه ايه عملت فتره اغاني هيك شيء 8-9 اغاني خاصين يعني ونزلناهم وقتها يوتيوب وهيك بس كنت بعدني هيك اكثر عم فرغ حالي للكلام وللحن وهيك هلا صرنا اكثر عم نشتغل اكثر على الارض يعني عم نعمل قصص تو انتراكت وذ بيبل يعني نحن سيستمنا ان كان انا او مية منه ستيل انه بنوقف على الميكرو وقعدوا اسمعونا ومدري شو يعني مش كونسرت نحن اخر شيء بنصير على الطاولات بنعربش على الحيطان يعني سيستمنا بنحب تو انتراكت وذ بيبل بنحب الناس اللي بتنبسط معنا عن جد صدقني في عالم بتقول انه هي شهادة العالم انه في كثير باندات وعن جد في كثير باندات وعزفهم كثير حلو وصوتهم كثير حلو وادائهم بعقد بس اللي الجو اللي بنعمله نحن الانتراكشن هالتواصل مع العالم هو اللي عن جد بيقرب العالم منك وبيصيروا ينبسطوا بدهم يروحوا يلحقونا بدهم نقعد مع العالم على الطاوله بنعزف مع العالم على الطاوله سو يس بس بتعرفي فيها مسؤوليه وفيها تحدي مية وكارين لان اذا هالقد يعني في تفاعل معهم يعني انتم تكونوا مفروض ردي لتلبوا لهم ذوقهم ورغباتهم يمكن قاعده عم تعزفي معه يحس انه نغمه اذا عنده دينه موسيقيه هي الغنيه ما بعدها بتلبق هي مثلا هالغنية انتو ردي يعني قديه حافظين اغاني ردي الى حد ما يعني في ناس اوقات تطلب اغاني مثلا ما ضمن ال بتكون ستيل يعني او الريبرتوار بقول لهم انه معلش انه next time او مثلا لا هيدا مش ضمن الستيل تبعنا او شيء مره كمان في شغله صارت مع مية هيدا هيك يعني ان باسان اجى حدا قال لها بدي اعزف على الطبله وهون ما بتخاف ابدا عائلتها ولا شوي ولادي عم بيعزف على الطبله وكسر لها ما بعرف شو انه في ناس اوقات بتجي هيك بتتجرأ تاخذ ستيب او بتطلع على ستيج وبتجرب تعمل قصص يعني بنتعرض لاشياء ليك بس جرأت مية وين وصلتكم؟ ايه مزبوط ما هيك يعني الكاس مش الجرأة لو بلا كيس ما كنت عملتيها لا بلا بعتقد بلا بس بتعملها اكثر الشغف اللي عندك اياه ما فيك اوقات تتشوفي عندي صديقي ما بيشرب يعني نحن بنكون شاربين كاس 2-3 وبدنا وقت لنحمى بتلاقيه هو من اول غنية خاصة اذا جو هيدا الشرقي والطرب والودود بحبهم كثير بتلاقيه وقف على الكرسي يا عمي طب انه هيدا على 7 اب عملنا دعاية هلا نحن رح نطير بالقنينة بعد ما نزلنا هالقد عنده شغف بالموسيقى على السمع تعلم يعزف اورج فلوت عود فشي رائع جدا هيدا عم بخبر الخبير انه الشغف هو خليك تقومي Exactly. هلا يمكن الكاس خفف لك التوتر خفف لي الكنترول Exactly. Yes. طيب مشاريعكم قلتوا لي ممكن يكون في عمل يعني يحمل توقيعكم ك منكرين هون عندي سؤال بدي حركش شوي تفضل بدي اعمل خلاف بيناتكم يلا صعب صح طيب وين مية بمنكرين كيف يعني وين انه ليش مش مية كارين ليش منكرين انه كارين هي بايظه طلعت بالاسم مش انا طلعت بالاسم هي طلعت من هي طلعت فيه حتى ما تبين انه انا اللي عامله الاسم اوكي فكرتك قلت لها تعي نخلق باند تعي نخلق اسم بالباند قلت لها شيء هيك من كارين مية كارين شيء كذا امتى هي طلعت فيه نكارين ياس بتعرف كمان شغل الاسم هيدا التواضع هي بتدوب بسبيل الفرقه انه تبرز هي لا بس ما انه مش هيك انا كمان انكلودد بمطرح معين بمنكرين لانه انت وين يو جو اون ستيج وين يو بيرفورم انت من حيالله التا جاي في التا ايموشنال ام حيالله حالي انت كنت عايشها ما بعرف تعبان اليوم ما عندك الانرجي تو بيرفورم يو هاف تو انك تتنكر تقدر عن جد صحيح. تقدر تتواصل مع العالم يبقى تلبس هالوجه مش هو فيك هون مية عم تحكي المعالجه بالموسيقى عن جد هيك لان معك حق 100% ودائما بهيدا الحديث انا وزميلات انه اوقات
يعني شو بعرفهم الناس نحن شو 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 صاير فينا ببيوتنا. yes. يمكن نقوم الصبح مفحشين من البكر نجي هون بس مش عم نكذب، هيدا ماس exactly. تنحترم مشاعرهم تنقدم لهم ماده حلوه ومرتبه ينبسطوا فيها، مش معناتها نكون نحن مزيفين. exactly. يعني اوقات لي انا مثلا مرقت بمرحله انا عندي انه شوي هلا ما بنرجع على الحزن بس مثلا اهلاتي متوفين فوقتها من بعد ما توفوا لانه انا كنت بالدومين يعني انجبرت احيي عرس من بعد 9 ايام مثلا من ما توفيت الوالده ومن بعد ما توفى الوالد كمان انجبرت تكون موجوده لانه في حفله بدها تمشي ومتكلين علي يعني بدك تجرب شوي تتنكر at some point لحتى تخلق هيدا الجو انه يور اوكي وذ ات هذا شغلك لازم نعمل سيشن عند مين عن جد صدقني هالتنكر في فضفض انا اليوم صبح انا امي كمان تقريبا صار لها 3 اشهر متوفيه وكنت عايش معها وكثير معلق فيها اليوم انا وجاي على قطري عم بسمع اغاني فيروز بتطلع لي دخيلك يا امي مدري شو بني تركيني بهمي زهقاني الدني جيت لهون مفقوس رجعت قلت انا لا حياتي الخاصه ومشاعري على جنب بدي اعمل كنترول واعمل هيدا التنكر وصدقني هالتنكر اوقات انت بتلبسه حتى ترضي العالم بس بتتأنسب انه انت بمطرح معين ترجع بتفرح صح. يعني بيرجع بيقلب عليك تفرح بيعطيك هيدا الفرح ويس ذس از لايف بتعملي لها سيشن لكارين يعني اذا شو ما كيف لا هو بالعلاج طبعا بده يكون الشخص اوبجكتيف ما بتكون تعرف الاخر ما بتعرف تفاصيل حياته صعبه طيب بس بستشيرها بكثير اشياء نعم. بلا ليك عامل انكزايتي هون شو فيني اعمل شو فيني اعمل تعطيني التيبس كيف مثلا اطلع من الشغله او هيك بدي اسمع منك شيء طالما مش جايبين الالات الموسيقيه معكم يا الله نيكست تايم اوكي خلص نيكست تايم بروميس وعد بروميس يس اوكي شو بدي اسمع منك اونا ماتينا الله مي سون الساتو او بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو 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 اونا ماتينا مي سون الساتو اي او تروفاتو لينفاز ولما جينا ما فرجيتينا وقلنا تشاو قلنا تشاو قلنا تشاو 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 رجعنا جينا وعزفتيلنا وما عدنا فلينا من هون حلو كثير حلو كثير هو ساركازم التفاعل مع ناس مثل ما كنتوا عم بتقولوا لي اكثر يعني في شيء غنيه او يعني حتى انتوا وهيدا الشيء بينعكس على الجمهور اللي عم يحضر بتحسوا حالكم خلص طايرين ما في كنترول كيس ولا كيس في كثير مطارح منطير بالاجنبي بالعربي ولا بالاثنين سوا يعني صح سمعناك بالطرب باول الفيديو صح بالمواويل هون بالاخر بيفلتوا العالم خلص بصيروا يقعدوا يطلبوا بدون كنترول يعني بصيروا خلص بس بالطرب كثير بحبه باخر السهره بتكون اجمالا بس بالاجنبي وقت يكون البيت ما هيك قوي بس يكون قوي بصيروا بحبه يعني كثير نحن صرنا على اخر اللقاء بعتبرها اخر السهره يا الله نسمع شي طرب طرب ايه او موال يا ليل الصبح طيب بس قبل 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 ما نختم شو مشاريع الصيف يعني موعودين باذن الله انه صيف عمران بلبنان وزاره السياحه عم تحضر كامبين حلوه كثيره لكل مناطق لبنان من دون استثناء لان كلهم عندهم مهرجانات رح تكونوا حاضرين بيدعوكم على مهرجانات بمناطق معينه بوسط بيروت بمدن عم بتعيش فرحه أكيد. الصيف والسياحه هلا صار في كذا حدا حكينا كرمال مهرجانات نحن اوريدي عملنا بمهرجانات برمانه مش من زمان last week كانت فرايدي الماضي عملنا بفستيفال برمانة على الستريت في كتير مشاريع ما بين جميزة ما بين فقرة ما بين فريا ما بين إليعات بعد في كتير مشاريع بس ما فينا نحكي عنهم قبل ما ينحط الديت قبل ما تكون الدات بريسيز سو بالمبدأ الصيفية حافلة يعني بيقدروا اللي حابب يتواصل معكم يعيش هيدي الاجواء على أكيد. اكاونت منكرين على الانستغرام وتيك توك منكرين باند صح. اوكي وبرات لبنان لان عم نشوف كثار عم بيروحوا دبي مثلا قطر اكانوا عازفين اوقات متصل فيهم ليكونوا ضيوفنا لا عندهم ارتباط هو الي نحن عم ننطلب اوقات لبرا بس بما انه كل حدا عنده هون مشاريعه وهيك بدك تدرس لها شوي تشوف قد ايه التايمينج اللي بدك تروح فيه يعني الالتزامات يعني كل واحد عنده يعني. بدك exactly. تشوف يعني قد ايه فيك تتفرغ لهالموضوع خاصه يعني. الالتزام عم بيكون 3 اشهر سنه صحيح ما فيك صحيح. تترك يعني نحن كمان عندنا اكزاكتلي اكزاكتلي طيب
شو بنسمع منه؟ ما بعرف. فكرت انه نسي. يا الله. اذا ما بدك موال ما بيأثر، انه خدينا على جو هيك مهضوم نختم فيه لقائنا. هيك لنعمل ديو. شوف شو بيطلع الصبح هيك. والهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهوى ويقول للهنا يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة في ليلة حب حلوة دي ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة دي كل العمر هو العمر إيه غير ليلة زي I'm sorry.